بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتي الأعزاء، وصفتنا اليوم من أجمل الوصفات للبشرة، تغذي البشرة وتشد البشرة وتجدد أيضا البشرة، تعمل على إزالة التجاعيد وإزالة التصبغات وأثار حب الشباب، تكافح الفطريات والبكتيريا، تعمل على علاج التحسس، تعالج الوردية وأيضا تعالج حروق الشمس، وأيضا تعالج تشققات الجلد أو الخطوط البيضاء. أولا نبدأ بالعلاج الداخلي، ويجب علينا تناول الخضار لتنظيف المعدة والأمعاء، وتناول كمية من الماء كافي حوالي 8 أكواب كل يوم، وأيضا تناول الفيتامينات فيتامين A، فيتامين C وفيتامين دال، وتناول الكالسيوم، وأيضا فيتامين إي مضاد للأكسدة ويعمل على تجديد البشرة، وأيضا تناول الزنك ضروري جدا، يحارب حب الشباب ويضبط الهرمونات ويحسن الخلايا للجلد، وأيضا التخفيف من القلق والتوتر والنوم لساعات كافية، وأيضا الرياضة. والآن ننتقل إلى وصفتنا، ألا وهي صبار الألافيرا. نأخذ ورقة تقريبا من صبار الألافيرا، ألا وهي بهذا الشكل والحجم، ثم نقوم بقطع أطرافها ونقطعها إلى قسمين كي نحصل على الجيل في داخلها. نأخذ الجيل ونضف إليه ملعقة من الخميرة وملعقة من الزبادي أو اللبن الرايب، نخلط الجميع ثم نقوم بوضعه على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بإزالته بقطعة شاش أو قطعة قطن، نقوم بغمسها بقليل من الماء والخل، ونقوم بالمسح على الوجه مع عقارب الساعة. أو يمكننا خلط جيل الصبار مع حبة من فيتامين إي مع القليل من زيت جوز الهند، ندمج الخليط ثم نضعه على الوجه لمدة نصف ساعة ثم نزيله. أو يمكننا أيضا خلط جيل الصبار مع القليل من النشا، نضعها على الوجه لمدة نصف ساعة ثم نزيلها بالماء البارد. أيضا يمكننا استخدامها للتقشير أو السنفرة. نأخذ جيل الصبار أو جيل الألافيرا مع القليل من السكر والقليل من الليمون، ونقوم بخلط المكونات ونضعها على الوجه ونمسح بشكل دائري مع عقارب الساعة. وأيضا للبقع الداكنة نستخدم جيل الألافيرا مع زيت جوز الهند، لأن زيت جوز الهند ضروري ويحتوي على فيتامين H وفيتامين E، وتناول ملعقة يوميا من زيت جوز الهند يرفع جهاز المناعة ويساعد في نمو الشعر بشكل ممتاز. أيضا جيل الألافيرا مع زيت جوز الهند إذا وضعناه على فروة الرأس ينمي الشعر أو ينبت الشعر ويقوي الشعر ويمنع تساقطه. وأيضا يمكننا استخدامه للشعر الخشن أو للقشرة. طبعا زيت جوز الهند الذي نستخدمه للدهن أو للبشرة غير زيت جوز الهند الذي نستخدمه كغذاء. وإلى الأخوات الذين لم يتوفر لديهم جيل الألافيرا أو نبتة الألافيرا، يمكننا استخدام قشور الموز، قشرة الموز بعد طبعا أكل الموز. نمسح الوجه بقشرة الموز من الداخل، نقوم بمسح الوجه كل الوجه. يمكننا استخدامها يوميا لمدة شهر، سننتهي من جميع مشاكل الوجه، إن كانت بسور أو إن كان حب الشباب أو إن كانت بقع داكنة أو ما شابه، سننتهي منها جميعا بإذن الله تعالى. وإلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا اليوم مع جيل الألافيرا،
والبشرة مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والجمال. أخوكم المعالج زياد العوض.